آيات من الذكر الحكيم. برنامج تبشي بماري تيشرت بدأ في العام 2017 في مدينة جديدة، واتسع إلى الآن إلى تعز الحوبان، تعز المدينة، المخا، التربة، عدن، المكلا، حكة، صنعاء، البيضاء، الموسم الأول. لولاه ما كان ليقام هذا البرنامج هنا في مدينة البيضاء، فهو من زن علينا بالهاتف ويقول أريد أن أذهب البيضاء، أريد أن أذهب البيضاء، يا أخي روح البيضاء، روح يلا نشوف قرب البيضاء. من؟ إنه الدينامو المحرك لهذا البرنامج هنا في مدينة البيضاء. طالبة تدرس في مدرسة الخمسة. في المركز الثالث و150,000 ريال. Hey!
الموسم الأول من توب شي ماري دي شوت اللي حصلت على المركز الأول هي التوب شي ماري دي شوب هنا في البيضاء 400,000 ريال من نصيب مدرسة الثورة. إنه الفرحة تكون بهذه الدرجة وبهذا الحد.